السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجزء الرابع من Fundamentals of Wireless Network Radio Frequency Overview أو RF. لإرسال المعطيات عبر وصلة سلكية فإن إشارة كهربائية تطبق على طرف وتنقل إلى الطرف الآخر تحمل هذه المعطيات. السلك يكون عبارة عن سلك ناقل ومتواصل غير متقطع، وبالتالي فإن الإشارة يمكن أن تبث أو ترسل ببساطة نسبيا. بالوصلة اللاسلكية لا يوجد هناك سلك فيزيائي، وبالتالي أو أي شيء يحمل هذه الإشارة على طول السلك. في الفضاء الحر المرسل يسمى ترانسميتر يمكن أن يرسل تيارا متناوبا لجزء من السلك وهو الأنتين أو الهوائي، والذي يطلق أو ينشئ حقل مغناطيسي وحقل كهربائي متحرك. هذه الحقول تبث للخارج وبعيدا كموجات راحلة. الحقول المغناطيسية والكهربائية تنتقل معا وتكون دائما بزوايا متعامدة مع بعضها البعض. نلاحظ هنا في هذا الرسم هوائي يبث أو يرسل حقول كهرومغناطيسية، ونرى الحقل الكهربائي electric field والحقل المغناطيسي magnetic field بزوايا متعامدة. هذه هي بشكل موجز traveling electric and magnetic waves. electromagnetic waves do not travel in straight line، لا تنتقل أو ترسل أو تسافر الأمواج الإلكترومغناطيسية بخط مستقيم، بينما تسافر بطريقة تكون فيها تنتشر في جميع الاتجاهات من الهواء وترسل بعيدا. هذه الموجات سوف بالنهاية تصل إلى مستقبل، وبالإضافة إلى مواقع كثيرة أخرى في كل الاتجاهات. كما نلاحظ هنا سندر هوائي يرسل الحقل الإلكترومغناطيسي في جميع الاتجاهات، نلاحظ هنا الدوائر واتجاهات الأسهم، فتصل موجات إلى المستقبل وبكل الاتجاهات الأخرى. هذا يسمى wave propagation with an idealistic antenna، يعني بث الموجات أو توليد الموجات وبثها وأرسالها بهوائي مثالي كما نلاحظ. في نهاية الاستقبال عند receiving end of wireless link، هذه العملية تعكس، حيث أن هذه الأمواج الإلكترومغناطيسية سوف تصل إلى هوائي المستقبل، والذي سوف يستنتج الإشارة الكهربائية. فإذا كان كل شيء جيد وتمت الإرسال والاستقبال بشكل جيد بدون مشاكل، فإن الإشارة المستقبلة سوف تكون عبارة عن نسخة معقولة من الإشارة المرسلة الأصلية. الأمواج الإلكترومغناطيسية المتضمنة في الوصلة اللاسلكية يمكن أن تقاس وتوصف في عدة طرق، ولكن تبقى الميزة الأساسية هي التردد، تردد الموج أو عدد مرات التي تقوم فيها الإشارة بصعود وهبوط أو دورة كاملة من الصعود والهبوط في ثانية واحدة. كما نرى هنا في هذا الرسم خلال ثانية هناك صعود وهبوط 4 مرات،
كل صعود وهبوط يعود لنفس نقطة الصعود يسمى سايكل. فنلاحظ أن التردد هو 4 سايكل على السكند، وتسمى سايكل على السكند هيرتز، 4 هيرتز، سايكل within a wave. فهذه الموجة خلال ثانية تحقق 4 سايكل. خلال هذه الثانية الإشارة المتقدمة من خلال 4 دورات كاملة، وبالتالي التردد هو 4 سايكل بير سكند أو 4 هرتز. الهرتز هو الموست كومنلي يوزد فريكوانسي يونت، يعني هي وحدة التردد المستخدمة الأكثر شيوعا، وهو ليس إلا عبارة عن سايكل بير سكند، يعني إذا خلال سكند تمت سايكل واحدة فتسمى هرتز. الفريكوانسي التردد يمكن أن يتعدد بمجال واسع جدا، مثلا الهيرتز هو سايكل بير سكند، الكيلو هيرتز هو 1000 هيرتز ويرمز له كي هيرتز، الميجا هيرتز هو 1000000 هيرتز، الجيجا هيرتز هي 1000000000 هيرتز ويرمز لها جي هيرتز. كما نرى هنا اليونيت الابريفيشن يعني الرمز للوحدة والمعنى، ماذا يعني الهيرتز والكيلو هيرتز والميجا هيرتز والجيجا هيرتز. نلاحظ هنا عرض مبسط لطيف التردد المستمر في مجال يبدأ من 0 هيرتز وحتى 10^21 أو 1 followed by 22 zeros hertz، يعني 1 وراء 22 صفر. نرى في هذا الجدول frequency وحدة هيرتز، frequency notation والمجال من 10^0 حتى 10^21. في أعلى الجدول نرى الكوزميك ريز، ثم يليها الجاما ريز، إكس ريز، ألترا فايولت ريز، أشعة فوق البنفسجية، فيزيبل لايت، انفراريد لايت، أشعة تحت الحمراء. نلاحظ هذا المجال مايكروويف اند راديو الذي يتضمن 2.4 جيجا هيرتز و5 جيجا هيرتز وايرلس. أما الباندين تبع الوايرلس المعروفين أكثر شيء. فنرى هنا في الجدول 2.4 و5 جيجا هيرتز. دون ذلك هناك مجال التلفزيون وإشارة الراديو الاف ام، إشارة الراديو القصيرة شورت ويف، الاي ام راديو، لو فريكوانسي راديو. هذا المجال الملون هنا تقريبا ما بين 3 كيلو هيرتز و 300 جيجا هيرتز يسمى راديو فريكوانسي او ار اف. نلاحظ هنا تقسيمات حسب الترددات، يعني 10^4 هو 10 كيلو هيرز، 10^5 100 كيلو هيرز، 10^6 1 ميجا هيرز. مجال الصوت يكون في مجال ترددات أقل من الراديو فريكونسي، يعني الصوت تقريبا من 20 هيرز وحتى تقريبا 3 أو 5 كيلو هيرتز. وفي الأسفل نرى السبسونيك ترددات منخفضة جدا دون السماع التي يمكن يسمعه الإنسان، يعني أقل من 10 هيرتز. إذن مجال التردد تقريبا ما بين 3 كيلو هيرتز و 300 جيجا هيرتز هو المعروف بشكل عام و أكثر يعني شيوعا في ما يطلق عليه الراديو فريكونسي RF. ونتابع الجزء الخامس والأخير في الفيديو القادم، والسلام عليكم.